الاجتماع هذا كان لهدفين. الهدف الأول اللي هو إنه المزارعين، بعض المزارعين يعرفوا المنتجات لشركة ميدوي من الأصناف الجديدة تحت التجارب والأصناف التجارية. لكن الشيء الأهم إنه هو مشاركة المزارعين في معلومات بالنسبة لفيروسات نباتية اللي بتهاجم محصول البندورة، وكان في تشابك بعوارضها، طرق الوقاية منها وطرق العلاج. فبالتالي يعني عملنا اليوم المحاضرة هاي لنعرف بعض المزارعين بشكل العوارض الإصابة، طرق الوقاية، طرق العلاج ليحموا مزارعهم من الفيروس هذا اللي سبب فعليا الآن أضرار جسيمة لغاية الآن. وأنا متفائل أنه باتخاذ كل الإجراءات هاي ممكن يسيطروا على الإصابة للسنوات اللي جاية. في البداية مشكور إحنا شركة ميدوي على هذا اليوم الدراسي المميز اللي شرحوا فيه شرح وافي عن أمراض الفيروسات اللي للبندورة. بداية هذا الوباء يعني انتشر بكثافة كبيرة، بيستهدف ثلاث قطاعات. أول شيء المزارع، إذا أنه مالك حل هذا المرض أو هذا الوباء طبعا المزارع ما راح يقدر يضل يزرع بندورة، راح ترتفع أسعار البندورة. المستهلكين الناس راح ترتفع أسعار البندورة بشكل رهيب جدا، لأنه ما بيقدر مزارع أنه يزرع أرضه بندورة وفي مرض وباء موجود. الشغل الثالث التاجر برضه بنفس الوقت، إذا المزارع ما زرع ما يقدر يوزع أو يزرع أصناف البذور البندورة. فهذا المرض إحنا بنحكي لفترة القادمة إنه لا سمح الله إذا ما لك حل له إنه على خلال السنتين القادمات إنه راح ينتشر انتشار رهيب جدا، وإنه المزارعين مش راح يقدروا، فالبندورة إنه راح تغلى كثير. فإحنا نشكر شركة ميدوي على هذا اليوم الدراسي، واللي جابونا مرشد زراعي المهندس نبيل غنايم اللي أعطى محاضرة رائعة جدا وشرح للمزارعين طرق الوقاية والعلاج للأمراض الفيروسية.